طب ايه هي البكتيريا النافعه اصلا يا دكتور؟ البكتيريا النافعه هي بكتيريا موجوده في الامعاء وفي الجلد. البكتيريا النافعه دي مش مهمتها بس ان هي تزود مناعه جسمنا، تزود مناعه الجلد والامعاء والجسم بصفه عامه من مقاومه في مقاومه العدوى. هي ليها اهميه كبيره كمان في تحسين وظائف المعده، بتساعد على الهضم وحركيه المعده، بتقتل الميكروبات اللي بتهاجم المعده، بتنتج كمان مهمه كمان في انتاج فيتامين كاف المسؤول عن تجلط الدم. عشان كده لو احنا اصرفنا في اخذ المضادات الحيويه كتير وقتلنا البكتيريا النافعه دي ممكن يحصل نزيف، بنبقى معرضين للنزيف. عشان كده في ناس مثلا ممكن يجي لها برد وتقعد تاخد مضادات حيويه كتير يجي له نزيف في المناخير ويكون مستغرب النزيف ده جاي منين؟ هو النزيف ده عشان انت حضرتك قتلت البكتيريا النافعه اللي بتكون فيتامين كاف اللي بيساعد على تجلط الدم. غير كده كمان هي مسؤوله عن انتاج حاجتين مهمين جدا، فيتامين بي 2 وفيتامين بي 6. فيتامين بي 2 هم بتوع الاعصاب يا دكتور مش كده؟ فيتامين بي 2 بيشتغل، لا بي 12 بي 12 بي 12 للاعصاب. انما بي 2 اهميته ان هو بيحرر الطاقه من الكربوهيدرات، غير كمان ان هو مهم في زياده المناعه ومهم للوقايه من السرطانات. فيتامين بي 6 بقى مهم في التمثيل الغذائي للبروتينات وبيكون الهيم الهيموجلوبين، وكمان بيدلنا وقايه من الانيميا بصفه عامه. غير كده كمان طيب احنا لو قتلنا البكتيريا النافعه دي ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلنا بنبقى معرضين للنزيف، المناعه بتقل، بيبقى في مشكله كمان ان لما بنقتل البكتيريا النافعه، البكتيريا النافعه من اهم الخطوط الدفاعيه ضد النمو والفطريات في الجسم. فعشان كده برضو الستات اللي بيجيلها او اللي بتاخد مضادات حيويه كتير عماله على البطال بتبقى عرضه اكتر للفطريات المهبليه. بالظبط، للالتهابات كلها، الالتهابات المهبليه، لان هجوم الفطريات بيزيد عشان البكتيريا النافعه اللي بتقضي عليها خلاص بتكون ماتت. غير كده كمان احنا كنا حذرنا في حلقه سابقه هنا من استعمال المطهرات علشان بتقتل البكتيريا النافعه. بتقتل البكتيريا النافعه دي مهمه جدا لصحه الجلد. فلما نقعد نستعمل مطهرات كتير فده طبعا بيقضي على البكتيريا النافعه، فنضاره الجلد نفسها بتقل. والبكتيريا النافعه حاجه مهمه للجلد والامعاء ولمناعتك كلها. حلو قوي.